إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أهلا وسهلا بكم في قناة صحة وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهاردة يا جماعة هنكمل سلسلة فيديوهات التوعية الصحية اللي بتدرناها مع بعض على قناة صحة وتخسيس. الناس اللي أول مرة تشوفنا يا جماعة على القناة، القناة بتقدم مجموعة متنوعة من الفيديوهات خاصة بصفة عامة عن الصحة والتخسيس بصفة خاصة. يا ريت يا جماعة نرجع نشوف المحتوى اللي بنقدمه من الفيديوهات على القناة، ولو عجبنا المحتوى يا جماعة ما ننساش نضغط لايك للفيديو، اشترك في القناة، نفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. ويا ريت يا جماعة ما ننساش شير القناة كل أصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. وصلني سؤال على القناة، ما هو القذف الارتجاعي؟ أو كان السؤال بصيغة مبسطة، دكتور أنا عندي بينزل سائل أبيض مع البول، المني عندي بينزل بعد التبول، أو الناس اللي بتخرج مادة لزجة مع البول. في الحلقة بتاعت النهاردة يا جماعة هجاوب على كل الأسئلة دي، ولكن بصيغة علمية عشان الناس تفهم إيه السبب الرئيسي للموضوع ده وإيه المسمى العلمي للموضوع ده. في الحلقة بتاعت النهاردة يا جماعة هنعرف ايه هو ارتجاع السائل المنوي، ايه هي مضاعفاته، ايه هي اعراضه، ايه هي اسبابه، ايه هي عوامل الخطورة علشان الناس تتصاب بيه، ازاي اشخصه، وهل بقى بيأثر فعلا على الانتصاب والنشوة الجنسية، وهل ممكن يسبب العقم ويكون سبب في عقم الزوج، ايه هي الادوية اللي بتستخدم لعلاجه، وايه هي النصائح بتاعتي علشان نتخلص نهائيا من القذف المرتجع. كل ده هنعرفه في الحلقة دي، ولكن انتظروني بعد الفصل. دكتور ايه هو ارتجاع السائل المنوي؟ دي حاجه باللغه العربيه الفصحى يا جماعه بنسميها سر المن. القذف الارتجاعي علشان بس الناس تفهمه، انتوا عارفين ان البول والمن بيسلكوا نفس المسار اللي موجود في الاحليل اللي موجود في العضو الذكري. بتقوم عضله في موجوده بالقرب من المثانه بتحمل البول او بتشيل البول حيث سيادتك بتقوم بعملية التبول. كمان أثناء رعشة الجماع نفس العضلة دي اللي قريبة من المثانة يا جماعة بتقوم بالانقباض، بتقفل بتنقبض فتمنع دخول المني للمثانة، وبالتالي يخرج عبر الإحليل لمقدمة طرف القضيب. لما العضلة دي تفشل في هذه المهمة بيحصل ارتجاع للسائل المنوي، العضلة دي ساعتها بتبقى مسترخية يا جماعة، وساعتها بينتهي القذف في المثانة، فبيحصل عندك حاجة بنسميها النشوة الجنسية الجافة. يعني النشوة الجنسية حصلت عندك نشوة جنسية طبيعية جدا، لكن النشوة الجنسية كانت جافة يعني بدون قذف مني، ما بتشوفش أي سائل منوي نازل أثناء عملية القذف. ولكن رغم ضعف عملية القذف لكنه بيعتبر زي النشوة الجنسية الطبيعية وما بيأثرش على الشعور الحسي في العلاقة الزوجية. طيب دكتور ايه هي اعراض اصابتي انا كراجل بالقذف الارتجاعي، او ايه هي مضاعفات القذف الارتجاعي؟ اول حاجة يكون عندك كمية قليلة جدا من السائل المنوي، ممكن ما يكونش فيه مني خالص نهائي، عدم وجود المني عند النشوة الجنسية. البول بتاعك وانت بتعمل التبول بيظهر بالشكل الضبابي بعد ممارسة العلاقة الجنسية نتيجة اختلاطه بالبول، نتيجة اختلاط المني بالبول، تمام؟ بعد كده عدم حدوث طبعا حمل، لان للأسف القذف الارتجاعي اكيد هيأثر على الانجاب وبيسبب عقم الذكور. طيب دكتور بعد اذنك ايه هي اسباب خروج المني مع البول؟ اول حاجة ان المني يبقى موجود في الاحليل بعد عملية القذف أثناء ممارسة العلاقة الزوجية.
بعض المشاكل اللي بتأثر على عضلة عمق المثانة، اللي هي العضلة الرئيسية اللي بتمنع القذف المرتجع، اللي بتمنع ان اثناء الرعشة الجنسية ان المني بتاع سيادتك يدخل للمثانة بدل ما يطلع بره مقدمة القضيب. اول حاجة تكون سيادتك عامل عمليات جراحية في عنق المثانة او في العقد الليمفاوية المحيطة بالعضلة اللي هي قريبة من المثانة. لو سيادتك بتاخد ادوية اكتئاب، ادوية ارتفاع ضغط، او لو عندك ارتفاع ضغط الدم نفسه، تلف الاعصاب نتيجة مرض السكر، نتيجة مرض شلل الرعاش اللي هو بنسميه باركنسونيزم، لو سيادتك عمل استئصال للمثانة او البروستاتا، لو سيادتك بتاخد علاج اشعاعي للسرطان. نيجي بقى لاكتر حاجة ممكن تكون مسببة وهي مشهورة جدا، العادة السرية. العادة السرية يا جماعة ليها علاقة بالتغيرات اللي بتطرأ على الجهاز التناسلي والبولي عموما. العادة السرية بتؤدي الى احتقان البروستاتا وبالتالي خروج المني مع البول او نزول قطرات من المني بعد التبول وعدم الارتياح، لان ممارسة العادة السرية يا جماعة الانسان فيها بيستعجل الشهوة واللذة اللي بتصاحب عملية القذف، عشان كده ما بيكونش فيه اشباع جنسي فبيؤدي الى احتقان البروستاتا وظهور الاعراض اللي انا قلت لكم عليها. ولما تتوقف عن العادة السرية بيكون تنفيس الاحتقان عن طريق الاحتلام. تمام يا جماعة، دي كل اسباب القذف المرتجع. طب ايه هي عوامل خطر القذف المرتجع او القذف الارتجاعي عند الرجل؟ يعني انت قول ان الرجل ده عنده احتمال كبير انه يجيله قذف مرتجع. اول حاجة يجيلك السكر، يجيلك الضغط، الادوية اللي بتعالج بيهم، الخضوع لعمليات جراحية في البطن، اصابات الحبل الشوكي والتصلب المتعدد. دكتور بعد اذنك، ازاي اشخص نفسي اني انا عندي قذف ارتجاعي؟ اول حاجه سيادتك بتروح للدكتور، الدكتور بيقوم بعمليه الكشف الطبي الاكلينيكي علشان يطمن على حجم الخصيتين عندك ووجود الخصائص السنويه للبلوغ، ويطمن كمان على فحص القضيب وفحص المستقيم عندك. بعد كده بنعمل فحص البول، بس بعد ما حضرتك تعمل عمليه الاستمناء، يعني تنزل السائل المنوي، وكمان بنعمل مزرعه للبول للتاكد من عدم وجود التهابات في الجهاز البولي او التناسلي، اشوف لو في التهابات طبعا هتتعالج. اعمل صوره دم كامله سي بي سي كومبليت بلاد كاونت او اف بي سي اللي هو فول بلاد كاونت. اعمل تحليل فيروسات الكبديه بتاعه البي والسي الخاصه بالكبد. اعمل تحليل سكر، اعمل تحليل ايدز لو انا شاكك وعندي شك قوي ان انا ممكن اكون عملت علاقة جنسية عابرة ممكن يكون اتصبت فيها بالايدز ولا لا. طيب السؤال بقى، هل القذف الارتجاعي بيؤثر على الانتصاب؟ ملوش علاقة بالانتصاب يا جماعة. تمام، هل ممكن يا دكتور المني يخرج اثناء التبرز؟ لا يا جماعة، اللي بيخرج اثناء التبرز وحاجة اسمها الودي، ودي حاجة من إفرازات الرجل، وأنا عامل فيديو عن إفرازات الرجل، قلنا المني والودي والمازية، هحط لكم اللينك بتاع الفيديو ده يا جماعة أسفل الوصف بتاع الفيديو بتاع النهاردة. طيب دكتور دلوقتي عايزين العلاج، أو إزاي أقي نفسي من القذف الارتجاعي؟ أول حاجة في شوية أدوية يا جماعة بنستخدمهم في الموضوع ده. بنستخدم الدواء بتاع ضغط الدم اللي هو اسمه ميدودرين، موجود في الصيدلية. بنستخدم، عارفين الدواء اللي هو بتاع الحساسية اللي اسمه كلورفينرامين، دي المادة الفعالة، دي موجودة في مصر هنا في صورة أنالارج، الشريط ب 3 جنيه في 20 قرص. مادة الإفيدرين موجود في أدوية البرد، مادة السودوفيدرين موجودة في أدوية البرد، مادة برومفينرامين برضو موجودة في أدوية الحساسية، مادة اسمها إميبرامين. اي دواء يا جماعه في المواد اللي انا هقولها دي، الادويه دي كلها بتعالج القذف الارتجاعي. كمان في ماده الفينايل افرين. الادويه دي يا جماعه بتساعد ازاي او بتقي ازاي من عمليه القذف الارتجاعي؟ الادويه دي بتساعد على تقويه العضله اثناء عمليه القذف، ولكن ما بتفيدش الادويه دي في حاله ان يكون حصل تلف شديد للاعصاب والعضلات بسبب الجراحه. بعد كده بنصح الناس تعالج ادمان العادة السرية، هحط لكم لينك للفيديو للتخلص من ادمان العادة السرية موجود على القناة، هحط لكم برضو اسفل الوصف بتاع الفيديو. الشباب يا جماعة يمارسوا الرياضة علشان يفرغ الطاقة دي بدل ما يفرغها عن طريق العادة السرية. تجنب الجلوس لفترات طويلة يا جماعة، تجنب اللبس الضيق، اعمل نظام غذائي يكون غني بالخضروات والفواكه
زي مثلا نهتم بفواكه زي البرقوق والليمون والاناناس والافوكادو. الناس اللي بتدخن توقف التدخين والمشروبات الكحوليه. ودي يا جماعه كان اجابتي على السؤال اللي وصلني على القناه. اتمنى يا جماعه لو اي حد عنده استفسار يكتبه اسفل الفيديو، لو اي حد عنده اي كومنت يكتبه يا جماعه، بنرد على كل الناس. سعيد جدا بالمشتركين الجداد اللي معايا على القناه، نورتوني في القناه بتاعتي. اتمنى يا جماعه لو الفيديو عجبكم نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناه، نفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشارك القناه كل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا لكم، كنتم في قناه صحه وتخسيس، كان معكم دكتور حنس هشمت. الف سلامه.